يسعد لي مساكم واهلا وسهلا فيكم. صار هلا وقت العشاء، الاكله خفيفه وسريعه ومتوفر اغراضها وادواتها بكل بيت. اول شي شي سنين ثلاثه ثوم، بصله مقسومه دوائر، بندوره، فليفله، بيض وبهارات. اول شي راح احط الزيت، زيت زيتون. تاني شي راح اقطع التومات نعمات، مو دق بس هيك بقسمهم. هيك بحط التوم والزيت على النار لوقت ما يتدبل، وبضيف بعدها البصل. هلا راح اضيف البصل، وهيك صفيت البصلات، راح اغطيهم شوي ليتدبلوا. بعدها راح صفي البندورة. هلا حطيت البندورة وعليت شوي تحت النار، بصف كمان الفليفلة. هي طبق عشاء صحي وسريع. بعد ما حطيت الفليفلة صاروا بهالشكل، راح اغطيهم بالغطاء. طحنت بندورة على الطاحونة، بندورة وحدة صغيرة، وضفت لها اياها. هلا البيض بدي اخفقه بالبهارات، احطه فوقه. هلا نشفت، ما ضل غير احط فوق البيض. وهلا هيك بكبت البيض فوقه. ومنغطيه ونتركه. وهلا ننقلبه. وهيك خلص طبق اليوم قلبناه وصار بهذا الشكل، يتاكل معه مخلل البنجان، شغل دياتي. وهذا كمان جربوها كتير طيبة، هلا خفيفة وطيبة. لا تنسوني من اللايك. باي باي.